يعني أكثر الآباء بيعطي أوامر وبيسبوا ببهدل، بس آباء محترمون لهم مكانة اجتماعية ببيته، بس أوامر وقمع، وأنت حمار وأنت ما بتفهم، الله يعدمني إياك، شو هالكلام هذا؟ شو هالبيت هذا؟ بيت في ود، في حب. هذا البيت بينشأ الطفل في عنده حاجات عاطفية رويت في هذا البيت، حاجات عاطفية. يعني أنا درسنا بالجامعة أنه حتى الأم حينما ترضع ابنها بقسوة، يلا سمم خلصني ينشأ ابنها قاسياً. الابن بحاجة إلى حب، بحاجة إلى... أنا مرة لفت نظري حاضنة فيها ثقبين. شو هالثقبين؟ سألت طبيب، قال لي هذا الطفل الصغير بحاجة إلى أن توضع عليه يد وأن تمس جلده، بحاجة، فاتحين ثقبين حتى الممرضة تعمل للطفل. فالطفل آكل، شارب، نايم، لابس، ما بيكفي، بده مين يحضنه، بده مين يقبله، بده مين يحمله، بده مين يداعبه، بده مين يمشي على أربعة ويركب فوق ابنه فوقه. هيك النبي سوا، سيد الخلق وحبيب الحق. أثناء الصلاة أخر بالسجود كثير، ظنوه قد مات، فواحد رفع رأسه، الآن ما في شيء، الحسن فوق، قال كرهت أن أعجله. عندك إمكان هيك تكون بالبيت؟ إذا هيك بتكون ما بقى في مراهقة، منوب الله وكيلك، تلتغى الموضوع كله، بيلتغى. نحن عم نجيبه استيراد موضوع، هذا موضوع مستورد هجين، ليس من أخلاق المسلمين. شاب لما أنت علمته أنه يا ابني هي الشهوات، ما في حرمان بالإسلام، كل شيء له وقت. يعني لما بيعرف ما في حرمان، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، مستحيل. خلص اطمئن، وفي غض بصر، والبيت منضبط، ما في 800 محطة بالصحن، 400 إباحيات، الابن منضبط والأب منضبط، والبيت في تدين، في صلاة، بيت فيه صلاة، ما في مراهق. أنا هذا إيماني، وأنا مالي عم بالغ، أنا مالي حالم. في أسر كثيرة، والله في أسرة سمعت عنها، الاستيقاظ قبل الفجر بساعة، بيصلوا قيام الليل، بيقروا قرآن، بيصلوا الفجر، بيقعد الطالب الابن على دروسه، لما عم تهيئ الطعام والشراب بينتقلوا إلى أعمالهم. يعني في انضباط البيت عجيب، أب قائد ناجح والأم صالحة جدا، البيت جنة بصير. يعني ما الذي يمنع يكون بيت بيوتنا كلها جنات؟ بيدنا والله، والدخل ما له علاقة، بيت صغير ودخل قليل وأكل خشن، في حب، الحب يغني عن كل شيء.